أهم مصروف ولا جمعية؟ إذا بدك جمعيات، عندي جمعية تجارات، جمعية السلفات، جمعية الحموات، جمعية خوات. بس مش انت مخرج؟ سكتهم. انا احمد ابو شايب، بدي احكي لك ادواري بالمسلسل كل حلقه شكل. صراحه تجربه حلوه، يعني كان انه لما حكوا لي عبد الله عويس معك بهذا العمل انا كنت كثير مبسوط، لانه في بيننا كيمستري كثير، لو كل دعاء مستجاب. هذا احلى حلقه بالنسبه لي. يعني اكثر شخصيه اللي هي كتاب الاحلام، لما دخلت عليهم هم بيلعبوا شده، طلعت لقيت واحد عامل شاور، فهمت ايش فيه؟ في البدايه بحب اشكر دي ام اس، كل الشباب الموجودين فيها، وبشكر رؤية انهم اعطونا هاي الفرصة. شكرا كثير لكم وشكرا للجميع. زكفولي بالله عليكم. تفضل عم صيتك اللي سويتها. اختفى بح، بيكون الراتب ما عجبه. ورا الراتب ما عجبه، انت قفلته. اثنين فاز، كانت أول تجربة إلي في حياتي بالتمثيل وعلى التلفزيون بعد السوشيال ميديا، والصراحة كانت تجربة حلوة. يعني بالنسبة لإلي كانت أصعب حلقة، مع أنها هي أبسط واحدة، كانت زيارة مريض، لأنها كانت أول تجربة لإلي. أنا أول مشهد كنت برجف، أسهل مشهد، مشهد الأكل في حلقة شو اسمه، خطة ثروب، بس بشكل عام من أسهل الأشياء اللي صورتها كانت بالنسبة لإلي حلقة معاملة حكومية، لأنه الحلقة هاي كنت يعني كل حدا بيعرف قديش أنا بحبها وقديش بدي إياها، فإجيت كانت لأول مرة باجي على التصوير أنا النص حافظه زي اسمي. وطبعاً بحب أشكر دي أم أس، لأنه لولاهم كل إشي أنا حكيته هاد ما صار، بداية من عمر حميدات. بحب أشكره على ثقته فيي، بحب أشكر صاحبي سيف زغموري، طبعاً بحب أشكر قناة رؤية على ثقتها فيي وفي مهاوش. بلاش يصير مصيرك أنت المصير ابن خالتك تايه الشناتي. تايه؟ شو مسافر؟ مش وقته، ركز، في قدامك باب صح؟ ايه ادخل منه. تايه معك اني مشغول. استخدم كود بهارات السبعة. ايش فيه؟ مين هدول؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ هاي سعاد بنت عمة امك الله يرحمه. الله يرحمه. الو؟ لا حول ولا قوة. ايش فيه؟ توفى يا سيدي. ولا كمل. هذا البني ادم راح المسلسل، هو اللي بيعمل كل الاضاءه، بس مش مشكله. لا 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 الا الانتحار. يا حبيبي يا اخوي يا سامر، هسه بيجي بوقع لك على شو ما بدك. احنا الماده ما بتهمنا. طيب 72 ليره، واحنا وين؟ فندق ولا بنك ولا وين؟ سلامات يا عمي. 200 ليرة بحكي لك، مش على المصاري يا اخوي، انا على المبدا بحكي لك 200 ليرة. واو، جد واو. صراحة أكثر إشي حبيته في الشباب بشكل عام طاقتهم بالشغل، ما توقعت يكونوا لهالدرجة حابين الشغل وحابين يطلعوا أفكارهم ويوصلوا لأماكن كتير بعيدة. برنامج تو فاز كان تحدي واضح وصريح، بس الحمد لله طلعنا في نتيجة راضين عنها.
الشرقاوية. كله إلكا. فيها أنا مش أوكي. أوكي. بحب أشكر أصحابي، بحب أشكر منتصر، جد تعب معنا، صور برضه هو صايم وغلبته غلبته. وكمان بحب أشكر فخري كمان لأنه شارك بعد. نعم فخري كمان. أبدأ لا حبيبي خذ راحتك عادي. أنا مش جاي في داخل، أنا جاي في دخلة. ولو يعني طبعاً أقل الواجب اثنين فاز إلنا طبعاً. كله إلنا. ما فكرت تغير إشي بعد ما مسكت 12 مرة؟ بلى، بس غيرت أسلوبي. جهل وتخلف. المشكلة مش بالسوشيال ميديا، المشكلة في المنظومة التعليمية. أنا وسيم طباخي كان دوري بالشو لاين بروديوسر. كلمتي لمهاوش عويس، ما بدينهم عارفين كثير أنا أكيد بحبهم. الكرو بشكل عام حبيتهم كاملين بدون استثناء أي شخص. وبالأخير بشكر طبعاً رؤية وبشكر دي أم أس على الفرصة أعطتني إياها الأولى من نوعها في تجربة زي هاي في عمان. تعرفوا أنا ليش وصلت لهون؟ بسبب تليفوني هذا. فعندكم الشاب هون حاضر 13,000 فيديو. We are waiting for. هالمرة أنا غزل جمال، كنت first AD ببروجكت تو فاست. بروجكت تو فاست صراحة كان بالنسبة إلي وبتخيل لكثير ناس من الكرو تشالنج شوي كبيرة. كان بروجكت حلو، الكونسبت بتاعته حلوة. حبيت إنه في كثير حلقات كانت معانا تروح للدور كوميدي أكثر من إنها تكون كوميدي. أنا عمر أبو عبود، تالنت مانجر بدي ام اس. التعامل مع تالنتس كان هلا انا بحب اتعامل معهم، انا خصوصا مجال شغلي كله التعامل مع التالنتس، فبعرف متى بعصب، متى بكون مش طايق حاله، متى بكون مبسوط. بس الحمد لله الريزلتس طلعت كثير حلوه وانا مبسوط كثير من الشباب، وان شاء الله راح تشوفوهم باماكن اكبر واكبر. صراحه بشكر رؤيا ودي ام اس على هاي التجربه. أصعب مشهد لما طرطش الدم بوجهي. اللهم ارحمها. صراحة ناجي يعني شخصياً حبيته عدا عن شغلي معاه. ناجي سلامة تشرفت إن اشتغلت معه. شكراً لناجي سلامة، شكراً يوسف قدومي. ملك امتصاص الغضب وسيم طباخي، هو كان لاين بروديوسر. وبحب أحكي للناس اللي حضرتنا، إن شاء الله نكون قدمنا إشي بليق فيكم. شكراً كثير لكل واحد كان معنا بهذا العمل. كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وعيد سعيد ومبارك. وبالنهاية بحب أحكي إنه إيش ما عملنا هاد ما بيعني إنه إحنا نسينا أهلنا بغزة. إن شاء الله أنها تخلص الحرب والله ينصركم وإحنا معكم. وإن شاء الله يا رب يعني الله يفرج على أهلنا في غزة ويكون معهم. وما تنسوا للدعاء لأهلنا في غزة. وبالأخير كمان ما ننسى أهلنا في غزة، يعني الله ينصرهم ويكون معهم. ولأهلنا بغزة، وإن شاء الله بتخلص الحرب وبرجع كل شيء زي ما كان. وبحب أحكي لأهل غزة وأهل فلسطين، كل عام وأنتم أقرب إلى الحرية.